السلام عليكم ورحمة الله. اليوم درسي القراءة للصف السادس الابتدائي، عندنا موضوع زرقاء اليمامة صفحة 110، حنقرأ مع حل التدريبات. زرقاء اليمامة هي فتاة عربية عاقلة جميلة، وكانت عيناها أجمل ما فيها، كانت ترى بهما الأشياء من خلال مسافات بعيدة جدا، والناس يعجبون من قوة نظرها، وكانت بلادها تسمى اليمامة، فسميت الفتاة زرقاء اليمامة. وفي هذه البلاد عيون ماء كثيرة وبساتين جميلة، وفي وسطها قلعة عالية على جبل مرتفع. صعدت الزرقاء يوما إلى القلعة ونظرت فرأت شيئا عجبا. رأت من بعيد شجرا كثيرا يمشي ويتنقل من مكان إلى مكان، فنادت رئيس قومها وقالت: أرى شيئا عجبا، أرى من بعيد شجرا كثيرا يمشي ويتنقل. فعجب الناس وقالوا: الشجر يمشي يا زرقاء، هذا شيء لم نره ولا نقدر أن نصدقه، انظري أعيد النظر حققي. فعادت النظر ثم قالت: كما أراكم بجانبي أرى الشجر من بعيد يمشي. قال واحد من أهلها: ربما جاء إلى تلك البلاد سيل شديد فقلع الشجر من مكانه وحمله، لذا تراه الزرقاء يسير. أعادت النظر وقالت: لا، بل أراه الآن أوضح مما كنت أراه، أرى تحت الشجر رجالا سائرين وراكبين، والشجر معهم يسير. فنظروهم ثم قالوا: لا يا زرقاء الجميلة، أخطأ نظرك هذه المرة وخدعتك عينيك. قالت: لا، بل أرى ذلك كما أراكم بجانبي. وجاء الليل فانصرفوا، وذهب كل إلى داره، وعند الفجر أيقظ الناس جيش كبيرا مسلحا يقوده أكبر عدو لليمامة، وكان الجيش مستعدا يحمل سلاحه، لكن أهل اليمامة كانوا نائمين تاركين سلاحهم، ففاجأهم العدو المهاجم وقتل كثيرا منهم واستولى على قلعتهم. حينئذ علم الناس إن الزرقاء كانت صادقة وكانت تخبرهم بما تراه حقا، ولكن بعد فوات الأوان وضياع الفرصة كان هذا العدو يريد أن يهجم على أهل اليمامة فجأة، وكان يخاف من عين الزرقاء أن تراه وتخبر أهلها فيستعدوا لقتاله، ولذلك دبر تلك الحيلة وأمر رجاله أن يحمل كل واحد منهم فرع شجرة، أو تحمل كل جماعة شجرة تغطيهم حتى لا يرى من ينظرهم من بعيد إلا الشجر يمشي. ونجحت الحيلة لأن أهل الزرقاء لم يصدقوا كلامها وهي صادقة. وبحث قائد الجيش المهاجم عن الزرقاء، فلما أحضرت له قال: أنت التي أخرت جيشي مرارا قبل هذه المرة ومنعته أن يأخذ اليمامة، فكلما أقبلت بجيش نظرت فكشفت مكانه وأخبرت قومك ليستعدوا لي. قالت: وكنت أتمنى أن أوخره هذه المرة أيضا. قال: لكن عقلي غلب عينيك. قالت: لما يغلبها ولكن أهلي كذبوني حين أخبرتهم. قال: هل تحبين أن تصحبيني وتخبريني عن كل من يقصد بلادي ولن أكذبك كما كذبك أهلك؟ قالت: كثرة البكاء على أهلي والحزن على وطني يضعف عيني فلا يجعلني أرى شيئا. قال: الآن وجب علي أن أحرمك عينيك. قالت: إذن تحسني إلي فإنه لا فائدة لي في عيني إذا لم أخدم بهما وطني، وفقدهما خير لي من أن أبصرهما العدو الذي قتل أهلي وخرب وطني. والآن افعل بعيني ما شئت
ولا تطمع من الزرقاء أن تخدم بهما عدو الوطن. معاني المفردات: شيئا عجبا، شيئا مدهشا، قلع الشجر، قطعها من جذورها، خدعتك، أوهمتك، فاجأهم، أخذهم على غفلة أي مباغتهم. خلينا نحل الحوار. أولا، لما سميت الفتاة زرقاء اليمامة؟ لأنها اشتهرت بعينها الجميلتين وكانت بلادها تسمى باليمامة. ثانيا، متى صدق الناس زرقاء اليمامة؟ حينما فاجأهم العدو واستولى على قلعتهم. ثلاثة، ما الحيلة التي لجأ إليها عدو اليمامة في هجومها؟ في هجومه أمر قائد جيش العدو أن يحمل كل واحد منهم فرع شجر، أو يحمل كل جماعة هذه أو يحمل كل جماعة شجرة تغطيهم حتى لا يرى من ينظرهم من بعيد إلا الشجر يمشي. أربعة، حينما قبض قائد الجيش المهاجم على الزرقاء قال لها: لكن عقلي غلب عينيك، الآن وجب علي أن أحرمك من عينيك. ما المقصود بهذين القولين؟ الأول يقصد بأن يقصد القائد بأن حيلته التي نفذها نجحت في التغلب على عين زرقاء اليمامة، والثاني سوف يرمي عينيه عين اليمامة فلا تبصرهما ولا تستفيد منهما. زين. خامسا، لو سخرت الزرقاء عينيها في خدمة عدو اليمامة، فما شعورك نحوها؟ سوف أحزن كثيرا وأشعر بالغضب تجاهها، لأن لا يجوز المواطن أن يخدم العدو وطنه ضد وطنه. سادسا، يستعمل الجيش في الوقت الحاضر آلة حديثة تكشف تحركات الأعداء وطائراتهم على حدود الوطن، كأنها عيون الزرقاء قديما، فما اسمها؟ طبعا الناظور. تدريب: أكمل النص التالي مستعينا بالدرس. قال رئيس الجيش المهاجم للزرقاء: الآن وجب علي أن أحرمك عينيك. قالت الزرقاء: إذا تحسن إلي فإنه لا فائدة لي في عيني إذا لم أخدم بهما وطني، وفقدهما خير لي من أن أبصر بهما العدو الذي قتل أهلي وخرب وطني. والآن افعل بعيني ما شئت، ولا تطمع من الزرقاء أن تخدم بهما عدو الوطن. تدريب الثاني: اكمل قول الزرقاء التي وردت في النص. أرى شيئا عجبا، أرى من بعيد شجرا كثيرا يمشي ويتنقل، أرى تحت الشجرة رجالا سائرين وراكبين، والشجر معهم يسير. لا بل أرى ذلك كما أراكم بجانبي. التعبير: اكتب 6 أسطر أو أكثر مفسرا معاني بأبيات الآتية. قال الشاعر العراقي عبد المحسن الكاظمي رحمه الله: من نام عن أوطانه فذاك ميت يلحد، ومن يمدون حماه فهو حي يحمد، وكيف يسهو بدن عن روحه ويرقد. تكتب تعبير اللي 6 أسطر عن هذا التعبير. معاني المفردات: يلحد، يقبر، يسهو، يغفل، يرقد، ينام. هاي عيني درسنا اليوم، وإن شاء الله على الفيديو الآخر ناخذ موضوع جديد، وبالتوفيق يا ربي.